حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيوات سم سليمان. من بعد واحد المطولة سمحوا لي، كنت عيانة بزاف 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 بزاف، ودعيوا لي زيد دعيوا لي، والصراحة جاوني بالعد الميساجات والكلام الحلو، والحبايب تفكروني جزاكم الله، وسقصوا عليا جزاكم الله، كنت مريضة بزاف، ودابا الحمد لله اللهم لك الحمد. نطلب ربي يوزع علينا هذا الوباء ويرجعوا لنا المجاريح يا ربي العالمين، ويحفظ المسلمين فيما كانوا يا ربي، ونرجعوا للطريه ديالنا الدائمه، للروتين اليومي الدائم ان شاء الله يا ربي. ودابا شويه وقلت راه نوض نعمل شي حاجه للحباب ديالي ونحليها معاهم، ونحليوها بشي واحد طرطه خفيفه ومزيونه ان شاء الله يا ربي. بغيت نشاركها معكم، كنشكركم من كل قلبي اللي كتبوا لي واللي سردوا لي واللي عندهم التليفون ديالي واللي عندهم انستغرام ودخلوا عندي سقصوا عليا جزاكم الله. الله يرحم الوالدين، الله لا يعطيكم هذا المرض هذا ولا يعطيه شي مسلم يا ربي. حتى النصراني ما تقدرش تشوفوا عنده الصراحه، الانسان ما يبغي حتى حاجه شي واحد، كل واحد بينه مع اللي خلقه، واللي تفكرونا بالكلام خايب الله يسمح عليهم في هذه العواشر هذو ان شاء الله يا ربي. واخا الانسان شافك نسينا على فراش الموت تعيش ولا تموت، وهما عاد مبرعين لك ينوضوا كيعطيهم الضمير ديالهم، ينوضوا من مطعوم ويدخلوا ويكتبوا وينزلوا كلام خايب. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يسمح علينا وعليهم. وانا ما نطولش، واللي عارف هو عارف اللي عمل داك الشيء هذاك. وحنا بنادم نخطاو ونعصاو، حنا بنتوحد، حتى واحد ما خرج من الدنيا بلا عيب، وحتى واحد ما معصي من الخطا، الكمال من الله تعالى وسبحانه. ولكن بنادم كيبقى يصدلك زعما بحال زعما عمل شي حاجه مهمه، هو والله خوتي ما عمل شي حاجه مهمه، زعما تعمل راسك على اختي على المخده وتوكي، غتعرف راسك غير الا كتصلي تنوض تصلي وتعرف راسك عملتي شي حاجه غلط. الضمير ديالك اذا عندك، اذا عندك الضمير حقي، ما عندكش الضمير اختي الله يعطيه لك والله، زعما ما تقدرش. واحد الانسان ما كيعرفك ما كتعرفه، عيش ببار ودخل عندك ولا محرط من عند شي واحد ولا شي حاجه وينوض ويأديك، علاش ما نعرف. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما خطياش من ما ماشي مالك حاشا ولا يتمثل بيرو، ما كندير حتى واحد الحمد لله، وكنعس كنشخر، كنطلع في 12 اولا 11 ونص، كنوض في 6 مع الفجر، الله يتقبل يا ربي، نهار كامل جباده فيه حتى كنرجع عاود للدار ديالي، ما كان ادي حتى واحد. بالحق اختي الدنيا هي هذه، الحمد لله الله يسامحك، الله يسامحك دنيا واخره، وزيد هذاك الشيء شغلك. انا سمحوا لي واخا مريطه، حيت شوف على بنادم وعلى قلب يتفكرك في الساعه بحال هكذا، يعمل لك اديك وانت ما كتعرفو ما كيعرفك، ما عملتي له حتى شي حاجه. لا اله الا الله، وكل شيء الله تعالى، اللي حلال عندهم حرام، واللي حرام كيردوا حلال، ولا اله الا الله محمد رسول الله. والله يعفو على جميع الامه، هذا اللي نقول انا. والله ما كنت بغيت نجبد، ولكن كتجي كتجي كديك الحساسيه تخرج. ما صافي نبسلش عليكم كثر، ما نطولش معكم كثر على هذه، نعملوا الكيكه ديالنا الجينواز ديالنا ان شاء الله، الطرطه اللي غنعملوا واحد الطرطه لذيذه ومزيونه، ونساو الهموم ان شاء الله يا ربي. وبسم الله نمشيو للمقادير. عندي واحد بويكيت، ها هو فين هو، يكون دماريا ولا يكون ديال اش ما كاين، دبيسكوي، ها هو باكيتي واحد. عندي الخميره هنايا 8 غرام، هاد البيضه هذا واخا عملتهم هنايا حيت انا غنعمل جوج القياسات عليها كنوريكم هاد الشيء هذا. عندي واحد الباكيتي هنايا وواحد الباكيتي هنايا، غنعمل الصبري الخميره عندي فيها 16 غرام، خمسه د البيضات حيت صغار، و الا كانوا كبار غير اربعه. عندي هنايا نص يطرد الحليب وواحد شويه د القرفه، صافي. عادي نعمل جوج ديال القياسات هنا، بغيت تقسموا على جوج هادو كتقسموا على جوج، بغيتو تزيدوا فحال اللي غنعمل انا، زيدوا على قبل هاد الطرطه، ضروري كيجيو فيها جينوازات ديالها لذادين ومزيونين، ولكن كيجيو رقاقين. بغيتي تعملو مغلاطين عملو مغلاطين، بغيتي رقاق رقاق، ولكن زيد الماء زيد الدقيق اللي كنقولو المثل ديالنا، زيدتي غيجيوك بزاف ديال الجينوازات. بغيتي تعمل غير وحده غير وحده، وتبعوا معايا وغادي تعرفوا ان شاء الله شويه بشويه. وانا هنايا عندي قلت لكم جوج القياسات، ونبداو مع واحد وكنخويه وكنزيد نعدل اخر حيت الماكينه ما كترفدليش هادشي كلشي. وبسم الله
والله يسمح علينا وعلى جميع الامه. حبيبي بسم الله الغريف ديالي غنعمل نص ده هذا الخميره، هما غيتخلطوا مع بعضيتهم كاملين بالحق، ضروري القياس الانسان يعرفه مزيان. شويه هاد القرفه ها هي فينيا، غنكب عليها الكاس ديال الحليب، هو نص لتر ديال الحليب، وإلا شفتو جاتكم خفيفه شي شويه زيدوا شويه ديال جاي بسكوي، إلا شفتو جات هي هذيك هي هذيك. هادو البيض انا قلت لكم حيت الصغار عندي خمسة، هما خصهم يكونوا جوج جوج ولكن أربعة، جوج ديال القياسات، ولكن دابا ملي عندي صغار عندي خمسة. واخا انا قلت لكم كلشي غيتخلط ان شاء الله. صافي كنطحنهم كنطحنهم ونضيفهم هنايا، نتوما عاد تشوفوهم معايا ان شاء الله. حبيبي ها الخليط ديالي ها هو فين هو، شوف ها كيجي بحال كيكه عاديه. اللي نسيت ما قلت لكم شي هو واحد المغرفه كاكاو، نسيت ما قلت لكم شي، عندي منزل حدايا ها هو فين هو ونسيته. ودابا ان شاء الله عن خويا انا ونعمل اخرى فحالها نفس المنظر. حبيبي انا كنعدلهم ها هما فين هما، الجينوازات ديالي بالطحين كايطاس كيجي متقول شويه بحال بغرير، كتعدل بحال بغرير في المقله بالحق. ها نتوما كتشوفوا كيفاش النيه، شوف كيفاش كتجي غزاله، كيجي الجينواز دكايطاس مع بالشوكولاتي وداكشي كيجي كيحمق. ها هو فين هو الخليط ديالي، انا كنعدل به كنعمل جوج مغارف دادي حق المقله دبندي اللي عندكم نتوما. ها هو فين هو، ها هو ما عملت جوج مغرفات، ودابا كنتسناه شويه بشويه العافيه، كنعمل حانيه شديتو باش ما يتسحرق لي شي، ونقلب ونبدا نسالي بحال اللي كتعدلوا بغريره، بحال اللي كتعدلوا بغري في المقيله هايده مغطيه، واخا ما بغرير ما كنغطيوه شي بحال هادي كنغطيوها هايده باش ديك الربو كيرجع فيها كطيب دغيا، هي دغيا كطيب دغيا دغيا خمسة دقائق وحده دغيا دغيا كطيب الصراحه د الله كتسربي دغيا. ونتمنى تعجبكم يا ربي وتكون عند حسن ظنكم، انا غنقلبها ونوريها لكم. حبيبي ها هي نتوما كتشاهدي، هادي من بقيت كنهضر معكم وقيلة شويه ماشي بزاف حمرتها شي شويه بالحق، هي انا كنقول لكم فحال الطياب ديالو فحال الطياب د بغرير، عيشي شنو ما تخليوهاش حتى تشرب كامله باش ما كيجيش فيها التقابي بزاف، ولو يجو فيها التقابي هي العمده على الجينواز يكون طايب مزيان. ها نتوما كتشوفوا ها هو الجينواز اللي عليه العمده يكون طايب، ها هي ها هي ها حيدي. عندي هنايا هاد هاد الكاغيط ديال الكوزينه مدهون بالزيت، كنعمل له هيدا شويه هيدا، عاود كنعمل هاد جوج مغرفات، جوج مغرفات كنعمل باش يمشي لي قياس واحد. عفوا غطيه واحد شويه دغيا كطيب دغيا، ماشي حتى انا قلت لكم خمسة دقائق ما كتوصلش، خمسة دقائق ها هي باش نقدر نوريها لكم. شوف كتجي غزاله هشيشه كتجي كتحمق، هذا بغيتو تعملو بحال بغرير تعملو بحال بغرير، وتنزلوه في الميسان الميريندا الفطور تعملو له الكراميل من فوق الشوكولاتي اللي بغيتو، هذا هكذا كيكون. انا عملت به الجينواز من الطرطه ديالي، نتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وملي تبرد نطلع كريم فريش ورجع عندكم. حبيبي الجينواز ديالي دي بسكوي ها هو فين هو، شوفوا كيف كيجي، شوفوا طايب غزال ها هو فين هو. عملت نص يترو د كريم فريش، كريم فريش تيني عينك وميزانك، انا كنعمل نص يترو كنزيد واحد شويه باش كنغطيها من فوق وداكشي باش كتعمر كتجي مزيونه ان شاء الله يا ربي تعجبكم. عندي هنايا واحد البوطي ديال الميرميلاده ديال فروطه حمراء توت، توت واقيلا مسميت توت واقيلا. ها هو دابا ان شاء الله غنبدا نعمرها ونوريها لكم ان شاء الله يا ربي. حبيبي انا بديت كنعمرها، عملت الطبقه الاولانيه ها هي بالكريم فريش، وكنفزقها بالماء والسكر، ها هما فين هما السر ديال الماء والسكر، بحال الجينواز كامل بحال اللي كنعمل الجينواز. وسمحوا لي عندي الغدا كيطيب الصداع، وانا كنعمل هادشي بشويه
بقى عيانه شويه بالحق. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله يا ربي اللي قبيح داك. عملت الطبقه الاولانيه بالكريم فريش، دابا غادي نعمل الطبقه الثانيه بهذه. درنا الميلاده ديال التوت، هاد الطرطه كيحماقوا عليها العيال الصغار والله. جربوها، سهله وخفيفه وما فيهاش التعب بزاف، وكتجي غزاله وباقي التزيين ديالها ان شاء الله بحول الله. دابا عاود الثالث، ها انتما كتشوفوا، عاود نفزقها بحال اللي كنفزقوا الجينوز كامل، وعنمشي معاها كامله هيدا. دابا غادي نعمل كريم فريش عاود. المهم ها انتما كتشوفوا كنعمل هيدا وهيدا كريم فريش، وعملت هادي الميرميلادا، ودابا عاود غنعمل كريم فريش. ملي غنغطيها غادي نعمل عاود اللي بقالي بالكوفيتير اخرى، ومن بعد نوريها لكم ان شاء الله. من بعد نجي نزينها، ملي غنساليها هكذا غنغطيها كامله نتوما تشوفوا، ديك الساعه نوريها لكم. حبيبي ها هي الطرطه ديالي، غطيتها كامله، لبستها كامله، غنخليها في النيبيره واحد جوج سوايع ولا ساعه، ديك الساعه نجبدها عاد غنعملو الزينه ديالها من فوق، شوفوها معايا ان شاء الله. حبايبي الطرطه ديالنا بردات، خرجتها مضخمه ان شاء الله، غنعملولها الكلاصاج ديالها باش كتجي غزاله ان شاء الله يا ربي. عندي هنا 180 مليلتر ديال الكريم فريش، هاهي فين هي، وعندي هنايا 200 غرام ديال هاد الحبيبات ديال الشوكولا، وعندي هنا الزبده. غادي نعمل واحد الكوتشره صغيره، ماشي كبيره بزاف، ماشي معمره بزاف، ماشي هايده هايده، نص نص. ايوا دابا ان شاء الله نعملو الكلاصاج ديالنا. شعلت العافيه، عملت على النار، خصني تتبدا تغلي باش نضيف عليها الشوكولا، وحتى الاخر عاد كنعمل واحد الكوتشره ديال الزبيده، لا سكر لا والو، كيف ما هو هذا الشوكولا حلو، محتاجش نضيفو السكاكر بزاف. دابا نتسناو هاد الدوي ان شاء الله يا ربي ونوريها لكم. حبيبي ها هو بدا كيسخن، دابا غنضيف عليها الشوكولا ديالي ونبدا نحركها هكذا حتى الذوب. ملي الذوب كامله مع بعضيتنا عاد كنضيف لك كوتشره صغيره ديال الزبده. ها انتما كتشوفوا، ما بغيتوش تعملوا الزبده عملوا عاود كوتشره د الزيت، حتى هو كيجي غزال، وعاد الزيت كيعطيها البريو غزال كتجي. ها انتما خصني تذوب مزيان ما تبقى حتى شي حبيبه، وهذه غنفرغها في واحد الطبسيل اخر. كنت كنعمل واحد لوريده سيدي عمر، الساعه نوريهم لكم. هذه ان شاء الله يا ربي نضيفوها في طاسه اخرى باش تبرد، هذه باش نضيفوها فوق الطرطه ديالنا خصنا تبرد مزيان. دابا حان الوقت نعمل الزبيده ديالي. ها انتما الكوتشره هذه صغيره، ها هي، ودابا نذوبوها عاوتا هي مزيان ونحيدوه يبرد باش ما يجيش يبرد طويل. ها هو ساهلنا الكلاصاج ديالنا، ها ساهل. دابا نخليوه حتى يبرد باش نكبوه فوق الطرطه ديالنا. حبيبي ها هي الطرطه ديالي، انا كنكب عليها التشكيلات ديالها، ها هي، واللي كيهود كيهود من تحت عاود، واذا احتاجتو كنرجع نذوبو ونزيد نكمل عليها. ما تسالالي وجات هي هذيك، ما غنزيد حتى حاجه. نتمنى على ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. حبيبي ها هي الطرطه ديالي، انا ساليتها، عملت لها شويه ديال اللوز هيدا، هاد الشيء غير باش كنغطيو العيون. هاد الشيء على حسب الذوق. عملت هاد الوريدات هادو بالعجينه السكر بالتزيين، عاود على حسب الذوق كل واحد يعمل اللي قتلو الكانه ديالو ان شاء الله يا ربي. غنعمل واحد هيدا
هكذا جويهرات سوادين حق ما كاين حتى مشكل. هانتوما انا غنسالي هاي ان شاء الله ورجع عندكم. حبيبي ها الشكل النهائي ديال الطرطه ديالي ديال اليوم. بديت من بعد التيمبو اللي بقيت غايبه، الوقت اللي بقيت غايبه، قلت راه نعمل شي طرطه غير خفيفه هايده. حتى في الدار ديالي توحشنا الحاجه حلوه من قوه ما كنا كناكلو ما كنا كنشربو. والحمد لله على كل حال، وجزاكم الله. ونتمنى هاد الوصفه تعجبكم ديال اليوم، سهله وخفيفه، وان الدراري كيحمقوا ما داك الشيء على قبل عيب بسكوي وكريم فريش. هانتوما كتشوفوا اللي كاين والشوكولا. نتمنى على ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وتعدلوها وتعاودوا عليها ان شاء الله يا ربي. شكرا حبايبي، بارك الله فيكم، جزاكم الله. واللي غلط في حقنا الله يسامح له، والله يجعله يغفر لنا ربي نيلنا وليلو، والله ينبهنا لعيوبنا قبل ما نشوفوا عيوب الناس ان شاء الله. والله يحب فينا خلق الله. بيسيتو حبايبي، ونتمنىكم تكونوا سعداء بحياتكم كاملين، جميع الامه فيما كانت. شكرا بزاف. بسم الله، نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها ان شاء الله. بسم الله، قطعت قداش نية كبيرة ما شاء الله، جوج الناس ياكلوا فيها. حبيبي ها هي الطرطة ديالي، نتمنى تعجبكم تكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. شفتوها كتجي كتحماق. نوريها لكم ان شاء الله يا ربي، شوفوا كيفاش كتجي ياك مزيونه. هانتوما كتشوفوها الى قيسوا حسن وحسن، والطبقات ديال الكيكه كتشوفوهم كيف النومه ديال الكايتاس ديال البسكوي. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم حبيبي. بيسيتو.